بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ولو غير مدخول بها إذا لم تقر بانقضاء عدتها ما بين الوفاة وبين سنتين. وقال زفر: إذا جاءت به بالولد بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب، لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة، يعني لتعين جهة انقضاء العدة، وهي مضي 4 أشهر و10. نعم. فإذا لم تقر قبل انقضاء هذه المدة بالحبل فقد حكم الشرع بمضي هذه المدة بانقضاء العدة. فإذا جاءت بالولد بعدها لتمام 6 أشهر أو أكثر قال لا يثبت نسبه. قال: لتعين الجهة، فصار كما إذا أقرت بالانقضاء، فصار كما إذا أقرت بالانقضاء ثم بعد الإقرار بالانقضاء انقضاء العدة. إيه نعم. فإذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر ما الحكم؟ يثبت النسب لأقل من ستة أشهر. إيه نعم، كما بينا في الصغير. إلا أننا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى، لانقضاء عدة الكبيرة المتوفى عنها زوجها جهة أخرى، وهي وضع الحمل. يعني هناك احتمال المرأة الكبيرة التي توفي عنها زوجها، ربما يكون قد وطئها ثم مات فحصل حمل ولم نعلم به، وهي فإذا هناك جهتان لانقضاء عدتها، إما الأشهر وإما الحمل. فإذا انقضت الأشهر 4 أشهر و10 أيام ولم يظهر حملها، ثم بعد سنة ظهر الحمل وولدت، فهذا الولد ثابت نسبه من المتوفى عنه. إلا أننا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي وضع الحمل بخلاف الصغيرة، لأن الأصل فيها عدم الحمل، لأنها ليست بمحل قبل البلوغ، ليست محلا للحمل قبل البلوغ. قال: وإذا اعترفت المعتدة مطلقا، المعتدة من طلاق أو من وفاة، الطلاق مطلقا أيضا، اعترفت بانقضاء عدتها والمدة تحتمل انقضاء العدة، ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار، من وقت إقرارها بانقضاء العدة، ثبت نسب هذا الولد لظهور كذبها بيقين، فبطل هذا الإقرار. نعم. وإن جاءت به 6 أشهر فأكثر، يعني من وقت الإقرار جاءت به 6 أشهر، أقرت وبعد 6 أشهر جاءت بولد،
بعد 7 أشهر من إقرارها بانقضاء عدتها جاءت بالولد. قال لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله، لم يثبت نسبه، لأنه علم بالإقرار أنه حدث بعده. علمنا بإقرارها بانقضاء العدة أن هذا الولد حدث بعد الإقرار، بعد انقضاء العدة، لأنها أمينة في الإخبار، وقول الأمين مقبول إلا إذا تحقق كذبه. قال وإذا ولدت المعتدة ولدا، وإذا ولدت المعتدة ولدا، المعتدة من طلاق بائن أو من طلاق رجعي أطلقه، فشمل المطلقة طلاقا بائنا بنوعيه أو طلاقا رجعيا. وإذا ولدت المعتدة ولدا وجحدت ولادتها، لا وجحدت ولادتها أو جحدت أفضل، لا صحيح هكذا مضبوط، وجحدت صحيح، جحدت ولادتها يعني أنكر زوجها أنها ولدت، لم يثبت نسبه، نسب هذا الولد يعني هي حامل وولدت وجاءت بولد، فقال زوجها لا هذا ليس ولدك، أنت لم تلدي، أنت ما زلت حاملا. قال لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا بحجة تامة، إلا بحجة تامة، أن المرأة أحبابنا لما ولدت الآن صارت أجنبية، أن بالولادة تنقضي عدتها، أي نعم صارت إيش أجنبية، وهي الآن جاءت بولد، جاءت بولد وهي أجنبية وتريد أن تثبت نسب ولدها من زوجها الذي هو أجنبي عنه، عنها، من الرجل الذي كان زوجها، وإثبات نسبه لابد من حجة تامة. قال إلا بحجة تامة، وهي أن يشهد بولادتها رجلان. الحجة التامة الآن، قال بحجة تامة، ما هي الحجة التامة؟ قال أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان، أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان، لأنه حق مقصود، لأن إثبات النسب الآن حق مقصود، فلا يثبت إلا بحجة كاملة. وتصور اطلاع الرجال عليه مع جوازه للضرورة كاف في اعتباره، يعني الأصل أن الرجال لا يتصور اطلاعهم على ولادة المرأة، ولكن يمكن أن يطلع الرجال على ولادة النساء ضرورة، من باب الضرورة، قد يعني قد تحصل أو يحصل مع المرأة التي تلد أمرا ظرف طارئ، نضطر لإطلاع الرجال على هذا الأمر. فإذا تصور اطلاع الرجال على الولادة مع جوازه للضرورة كاف في اعتبار أنه لا بد أن يكون عندنا حجة تامة، وهي شاهدان أو شاهد وامرأتان. قال إلا أن يكون هناك حبل ظاهر، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر. وهل تكفي الشهادة بكونه ظاهرا؟ وهل تكفي الشهادة بكونه، هكذا بكونه، وهل تكفي الشهادة بكونه ظاهرا في البحر؟ قال بحثا نعم، إيه نعم، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج بالحبل فيثبت النسب من غير شهادة، يعني من غير شهادة تامة. إذا كانت المرأة حبلها ظاهر، إن طلقها زوجها ثم ولدت، ليس للرجل أن ينكر هذا الولد، ليس له أن ينكر ولادتها، ليس أن ينكر
ولادتها. قال فيثبت النسب من غير شهادة، لأنه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادة فلا بد أن تشهد بولادتها القابلة، لا بد أن تشهد الولادة بولادتها القابلة هنا، لجواز أن تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولدا غيره. لذلك لو نفى هذا الولد، نفيه هذا الولد لا يعني أنه رماها بالزنا، لا، يقول زوجتي ولدت ولدا ميتا وهذا ليس ولدي، أعطوني دليل بأن هذا ولدي. تقول القابلة لا، هذا ولدك أنا الذي أنزلت أخرجته منها. وقال يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة، يثبت في الجميع فيما سبق يعني بشهادة امرأة واحدة، يعني امرأة مسلمة حرة عدلة. قال لأن الفراش قائم، الفراش قائم وهو ملزم للنسب، وهو الفراش، قيام الفراش ملزم للنسب. إيش يعني ملزم للنسب؟ يعني يثبت منه نسب كل ولد تلده هذه المرأة، مثبت للنسب، فلا حاجة إلى حجة لإثباته. قيام الفراش مثبت لنسب الولد الذي تأتي به المرأة، يثبت القيام الفراش يثبت أن الولد الذي جاءت به هذه المرأة إنما هو من الزوج. قال والحاجة إلى تعيين الولد، يعني الحاجة إلى تعيين الولد أنه من هذه المرأة وليس الولد أجنبيا، فيتعين بشهادتها، فيتعين كون الولد الذي الآن بين يديها هو الولد الذي ولدته بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة، كما في حال قيام النكاح هداية. قال في التصحيح واعتمد قول الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. قال وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لتحقق سبق العلوق على النكاح، فلا يكون هذا الولد منه لأن أقل الحمل عندنا 6 أشهر، فتبين أنه تزوجها وهي حامل. نعم. في فقرة سابقة فتعين، فيتعين بشهادتهما عند مكتوب، لا بشهادتها، فيتعين بشهادتها بشهادة القابلة فيتعين. نعم. قال وإن جاءت به 6 أشهر فصاعدا، جاءت به 6 أشهر من وقت العقد، وإن جاءت به 6 أشهر فصاعدا ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت، لأن الفراش قائم والمدة تامة، يعني مدة هذا الحمل من وقت النكاح تامة فيثبت النسب. قال وإن جحد الزوج الولادة ثبت نسبه بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة، ثبت نسبه بشهادة امرأة واحدة يعني حرة مسلمة وهي القابلة. قال لأن النسب ثابت بالفراش، الآن هذه زوجته وليست مطلقة، فالنسب ثابت بالفراش. والحاجة الآن، نحن بحاجة إلى تعيين الولد، وهو أي الولد تعين بأنه ابنه وأنه هو الذي ولدته هذه الحامل، وهو يتعين بشهادة المرأة كما
قال وأكثر مدة الحمل سنتان لقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يبقى في لا يبقى الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل. والظاهر أنها قالته سماعا الظاهر أنها قالته سماعا إذ العقل لا يهتدي إليه إلى تقدير المدة. وأقلها ستة أشهر أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا ثم قال وفصاله في عامين فبقي للحمل ستة أشهر. قال وإذا طلق الذمي الذمية يعني قال ذمي وإذا طلق الذمي الذمية لاحظ قال طلقها ذمي لأنه لو طلقها مسلم عليها العدة. وإذا طلق الذمي ذمية أو مات عنها فلا عدة عليها. إذن قيد هنا الطلاق الواقع بأنه من ذمي لأنه لو طلقها مسلم للزمها العدة أو مات عنها قال فلا عدة عليها عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم. إذا كان في دينهم أن المطلقة لا تعتد فلا عدة عليها ما دام التي طلقها من أبناء دينها لأنها إنما تجب لحق الله تعالى وحق الزوج وهي غير مخاطبة بحقوق الله تعالى كالصلاة والصوم لحق الزوج لحق ما قال العدة لحق الله وحق الزوج. فلما كان الزوج مسلما هي غير مخاطبة بحق الشرع ولكن مخاطبة بحق الزوج. قال والزوج قد أسقط حقه ليه؟ قال لعدم اعتقاده حقيتها لأنه هو لما الآن هو صليبي كذلك نصراني يهودي لا يعتقد كما هي لأنها لا تعتقد أن العدة واجبة عليها كذلك هو لا يعتقد أن العدة واجبة عليها فقد أسقط حقه. لذلك قالوا إن كان غير مسلم وكان في شريعته أن الزوجة تعتد من طلاق زوجها وجب عليها العدة وإن كانت هي لا تعتقد ذلك كما في الجوهرة. إينا الله. قال جمال الإسلام في شرحه وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة عليها إذا طلق الذمي الذمية قال عليها العدة. والصحيح قوله قول الإمام أبي حنيفة واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح. قال وإن تزوجت الحامل من الزنا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح. تزوجت الحامل من الزنا امرأة حامل من الزنا تزوجت من غير الزاني تزوجت من غير الزاني جاز النكاح. قال لأن ماء الزاني لا حرمة له ولكن لا يطأها يعني كما يعني يحرم عليه أن يطأها ولا يحرم عليه الوطأ فقط قال لا كما يحرم الوطأ يحرم جميع دواعي الوطئ من لمس بشهوة من تقبيل إلى غير ذلك ولكن لا يطأها حتى تضع حملها لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إلا أن يكون هو الزاني. وهذا فيه خلاف أيضا إيه نعم إذا كان الزاني تزوجها كذلك سيذكره الآن سيذكره إلا أن يكون هو الزاني قال الإسبجابي وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف لا يجوز. لماذا أبو يوسف قال لا يجوز؟ قال لأن الحمل من الزنا محترم وإن كان هذا الحمل من الزنا فهو محترم. ما هو الدليل على أن هذا الحمل وإن كان من الزنا فهو محترم؟ قال لأنه يحرم إسقاطه فإذا حرم إسقاطه كان محترما وإذا كان محترما منع صحة النكاح كما يمنع الحبل من غير الزنا. إذن ما تقدم
هذا هو قول أبي حنيفة ومحمد. أبو يوسف قال لا، لا يجوز النكاح ما دامت حاملا، لا يجوز مطلقا من زنا أو من غيره. والصحيح قولهما ومشى عليه قولهما. والصحيح قوله. ماذا عندك محبابنا أنتم؟ عيني مقبولا. والصحيح قوله أم قولهما؟ عندي قولهما. قولهما قولهما. عندي بالمفرد. 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 عندي قوله. قوله. والصحيح قولهما قل أبي حنيفة ومحمد أبي يوسف. أنا قلت قول أبي يوسف. لا لا، الصحيح قولهما أظن. الصحيح يعني الصحيح هذه النسخة. قولهما الصحيح قولهما قل أبي حنيفة ومحمد. سبق إلى لسانك أنه قبل قليل قوله قال أبي يوسف. لا لا لا، الصحيح قولهما. ومشى عليه الأئمة المحبوب والنسفي والموصلي، وصدر الشريعة تصحيح. ثم قال كتاب النفقات. نقف عند كتاب النفقات. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.